القضية 712 جنح القاهرة، المتهمة فيها لبنى سليمان السلحدار. نيابة. إن جريمة الزنا من الجرائم التي استوجبت الحد في الإسلام، وجزاؤها الرجم حتى الموت، لأنها الجريمة التي يهتز لها عرش الله جل جلاله. وزوجها ينتظر من العدالة أن تثأر لشرفه وتغسل له عاره، والمجتمع ينتظر من العدالة توقيع أقصى العقوبة على المتهمة بالمادة 274 من قانون العقوبات. ها لسه بتنكري يا لبنى؟ لا أنا بعترف إني خنت جوزي، بس قبل ما تحكموني على قضية الزنا اسألوني أنا عملت كده ليه؟ هو الزنا له أسباب؟ أنت عايزة تبرري الخيانة؟ الدفاع. بعد أن فاجأتني بوكلتي باعترافها وجعلت مهمتي صعبة، أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لما سأقول، كما أرجو أن تنظروا بعين الرأفة والرحمة مع الأخذ بالاعتبار الظروف والملابسات. أنت كاتب مذكرة يا أستاذ. في الحقيقة أنا كنت كاتب مذكرة، لكن بعد اعتراف موكلتي أصبحت الآن غير ظرف الموضوع. أنت مين؟ إيه اللي جابك هنا؟ أنا صلاح السيسي زوج المتهم. لو سمحت أنا متنازل عن القضية. وإيه اللي أخرك دلوقتي؟ ده إحنا كنا على وشك النطق بالحب. يا فندم أنا من حقي أتنازل عن القضية في أي مرحلة من مراحلها. أنت بتشتغل إيه يعني؟ محامي؟ أنا مدير مطبعة. مطبعة إيه؟ مطبعة الدنيا الجديدة. المطبعة دي بتاعت مين؟ مطبعة الست لبنى سليمان السلحدار مراتي. حكمت المحكمة بانتباء الدعوة العمومية لتنازل المجني عليه عن شكواه. سلام يا بيه.